106.9. رجعنا من جديد في سبور ميكس، الجزء الثاني من الحصة متاعنا اليوم. البارح في الحصة تقال كلام ما عجبش برشا الإدارة متاع الترجي التونسي، وعلى ذلك معنا بالتليفون الناطق الرسمي باسم الهيئة المديرة للترجي التونسي صديقنا وليد غرفيلة. وليد أهلا بيك. مرحبا بيك سلام، تحية ليك، تحية لضيوفك وتحية لكل المستمعين والمشاهدين. شكرا لك وليد، المجال مفتوح لك، تفضل وليد شنو تحب توضح. والله يسلم، بالنظر اللي تقال البارح في البرنامج الكلام اللي قلته انت على الاخت والزميله فريده المحمودي وكذلك الزميل احمد الصالحي، الحقيقه الكلام اللي تقال الموضوع خذا اكبر من حجمه، لانه اليوم اصل الموضوع شنو هو اليوم؟ اصل الموضوع انه بعد كل مقابله الفريق مطالب انه المدرب نتاعه يكون حاضر للاجابه على الأسئلة نتاع الصحفيين. أكيد اليوم أنه الصحفي من حقه أنه يسأل السؤال اللي يحب عليه، وكذلك المكلف بالتواصل والاتصال والمدرب من حقه أنه ربما ما يجاوبش على بعض الحاجات اللي مش داخلة في الأمور الفنية اللي تنجم تكون عندها منحة إداري. اليوم معناتها اليوم حتى كثير حاجة وسط الجمعية مش مطالب أنا نخرجها الحكاية هذيك، هذه اليوم كثير حاجة حتى مع ولدك نجم تتغشش عليه لكن ما تشهرش بيه. دونك اللي صار نعتبره خذا اكبر حجمه. خلينا نتفاعل معك في النقطه هذه، ما تشاطرنيش الراي، معناها انه زوج ملاعبيه انهم يكونوا اساسيين يمشيوا اور ليست، معناها السؤال تابع المقابله. تنجم تقيم، قلت البارح تنجم تقول لي اسباب اداريه وما نحبش نخوض فيها وتوفى الحكايه غادي. نجم السؤال يكون، نجم السؤال يكون تابع المقابله اسلام. خلينا نتفاهموا في حاجه، اليوم علاش انا كنادي مثلا كي ما نحبش نحكي على اموري، كي ما نحبش نحكي على اموري الداخليه تكون هذيا تمس من حريه الصحافه، وكي تخرج انا اموري الداخليه يولي النادي هذا مخترق والاخبار نتاعو اليوم موجوده عند الناس الكل. دونك انا اليوم كنادي من حقي انه ربما بعض الجزئيات ما نحبش نخرجها للراي العام، هذا من حق النادي. هي الأخت والزميلة فريدة محمود اليوم راهو عندها 10 سنوات مشهود لها بالحرفية والكفاء، وابريتو راهو اليوم أنا كناطق رسمي ولا هي كموجودة اليوم في الندوة الصحفية راهي ما تمثلش نفسها، تمثل اليوم ليزانستركسيون دو كلوب والبوزيسيون تاع الموقف النادي، معناتها لا أنا نمثل نفسي لا هي تمثل نفسها. اليوم فما ديزانستركسيون تاع الكلوب، فما البوزيسيون تاع الكلوب اللي هي تعطيها ولا هي تكون معناتها الأداة تاع تنفيذها، وانا كيف كانت رسمي نفس الحاجه. باهي، فقط حتى نقطة أخرى جبت لك عليها وليد، بخصوص منك مثلا تقول شنو تصور شنو ما تصور شنو تظهر لي تتجاوز صلاحياتها ولا؟ والله يا سلام الحقيقة أنت قداش عندك في المجال الصحفي؟ برشا الحق. عندك برشا. 12 عام. يو معناتها هذه المرة الوحيدة اللي أنا باعتباري كنت في المجال الصحفي. اليوم تفكت دي كاميرا، اليوم تفكت دي كاميرا وتنحات منها الصور اللي تم التقاطها في العديد من العديد من الملاعب، وما سمعناش بالشيء هذا الحقيقه. وانت كنت شاهد عيان اكيد على حاجات كيما اليوم، هل الفرق الكل معناتها قاعده تطبق في القوانين وقاعده تسهل الصحفيين؟ خلنا نعطيك نقطه، خلنا نعطيك نقطه، في رابطة الابطال الافريقيه يجيوا صحفي من راديوات ومتلف، ورغم الحقوق البث تعرف انت حقوق البث عند بين سبور والمقابلات في تونس زاد التلفزه الوطنيه وتجيب وتصوروا وتعرف الشيء هذا ينجم يعرضنا العقوبات من الكاف، احنا لانه احنا مسؤولين على التنظيم، لكن نعملوا عين راس وعين مراكش. تحكي في الادوار الاولى تمهيديه تحكي؟ اي في الادوار الاولى، الادوار الاولى وحتى في دوري المجموعات تصوروا الكواليس في دوري المجموعات. صحيح صحيح، تكونوا حاضرين، انت تكون حاضر حتى سونغون تكون حاضره اسلام. صحيح صحيح، وتجيو الحقيقه وتصوروا واحنا نشاهدوكم تصوروا، وتنجم تصير لنا مشاكل، تنجم تصير لنا مشاكل. راهو بالحق معناتها كان يقيد المراقب والمنسق العام تاع المقابلات اللي تم تصويرها وتصير لنا مشاكل وانت حقوق تايا، لكن رغم هذا نكونوا متساهلين ونعملوا عين راد وعين مراتش ونخليكم تصوروا. الحقيقه انا نعتبر اسلام اللي صار البارح فما شويه تجني على الفريق العالمي وخاصه على الاخت والزميله فريده المحمودي، وراو في خاطر سمعت احمد الصالح يقول ترجي مقدس، يولدي ترجي جمعيه عاديه كيما الجمعيات الكل، تطبق القانون
ورانا بعد كل مقابلة واثنين قاعدين معناتها فترات صعيبة تعاد ولات وزير مدرب والمدربين كانوا موجودين بعد المقابلات وتكلموا وهذا وجبنا وإحنا نحترم كل الصحفيين ومعنا مشاكل مع حتى وسيلة إعلام. واضح. دونك هذا وليد يعطيك صح. شكرا. فماش حاجة أخرى فقط خلينا نستغل وجودك معنا وليد ما دامك أنت موجود. خلينا نسألك شوية أسئلة. وقتاش نجمو نعرفوا مدرب جديد لترش؟ والله كي تهبطوا الصفحة الرسمية تعرفوا. مازال شوية معناها؟ مازال شوية إن شاء الله. مازال شوية وكيل. وقتاش يبدأ؟ مازال الحقيقة مازال شوية إن شاء الله الأسابيع القادمة يكون موجود إن شاء الله. واضح. يعطيك الصحة. شكرا لك وليد على كل هذه التفاصيل والإيضاحات اللي مليت بها ووصلت صوتك. وأكيد الاختلاف يفسد الود قضية هو فقط موقف عبرنا عليه. حبينا شوية أكثر تسهيلات في المعاملة خاصة ماهوش أكثر ولا أقل. الحقيقة معناتها الإجابة اليوم احترام في برنامجك واحترام في شخصك خاطر منذ بداية العام وفما تفاج ومدركاج ميدياتيك وفما ساعات الحقيقة حاجات تتقال حاجات تضحك وبرشة مغالطات اخترنا نحن ما نجاوبوش عليها مش نقعدوا في كل بلاتو معناتها ندخلوا ونجاوبوا ما نجموش كل بلاتو ندخلوا ونجاوبوا رغم كما قلت لك فما برشة حاجات اللي صارت فيها برشة مغالطات احنا اخترنا انه نعالجوا امورنا ربما نعالجوا بعض المشاكل على السعيد الرياضي باش نرجعوا ان شاء الله الفريق نتاعنا للسك. ما تركاش مبالغ فيها وليد مثلا حتى البارح صار برشة تعليقات حتى من الترجي وحتى من النادي الافريقي حتى عنوان برشة معجب جماهير النادي الافريقي تحط كيف معناها ما تركاش كاني مبالغ فيها شويه وليد. لا والله هذا راينا احنا انا قلت لك ما تركاش وفما تفاج لكن انا قلت لك كل انسان في البلاتو يتحمل مسؤوليته كل انسان حر في رايه وانا قلت لك اخترنا انه ما نجاوبوش ابريتو معناتها ما ندخلوش في الكلام اللي يتقال كل واحد حر في رايه لكن احنا نشوفوه اللي الحقيقه فما برشا تركيز معناتها تاباج كي يقول تاباج ميدياتيك تركيز معناتها احنا اخترنا ما نجاوبوش اخترنا نصلحوا بعض الحاجات اللي ما مشاتش في بدايه الموسم نركزوا على الجانب الرياضي ونرجعوا ان شاء الله الفريق للسكه في قادم الايام والاسابيع ان شاء الله اكيد هذا نتمناه للترجي الرياضي التونسي وديما وكما قلت البارح ونعاودها راه وليد معناتها في كل ما نستحقوه بكل صراحه نقول المعلومه متوفره سواء الصحفيين الكل مترجي والا غيرهم وفما تعاون كبير مع كل الصحفيين. لا انا ما نحبش الامور تكون شخصيه معناتها نحب نحكي ديما تحب ولا تكره فريق اعلامي كامل ما نقول للمحسن احسنت واللي قصر شويه وليد نقول لك قصرت معناها باش يوريك اللي ما عندناش حتى مشكل مع حتى حد معناها نعرف حتى الاخت والزميله فريده المحمودي الحقيقه انا قلت لك معناتها تتمتع بالكفاءه والحرفيه وراهو في الترجي الرياضي التونسي ما عندناش تعالي على حتى حد راهو صاريف انه بعض اللاعبين بعد تعادل او هزيمه اللاعب بيدو يقول لك ما نحبش نحكي ما تنجمش تفرض على اللاعب انه يخرج ويحكي الحاجه اللي يسمح بها القانون واللي يفرضها القانون قاعدين نعملوا فيها انه المدرب يكون حاضر بعض الاسئله عادي انه الفريق في نطاق البيت الداخلي والشؤون الداخليه تاعو ما يحبش يجاوب عليها لكن هذا معناتها ما ينفيش انه احنا نحترموا كل الصحفيين ما عندنا حتى مشكله مع حتى صحفي. واضح وليد. خلينا ناخذ تعليق فقط على الموضوع باش نحكيو فيه من بعد. الزياره اللي عملتوها البارح للاعبيه المعز حسن ظهرلي والبيان اللي هبطوه ظهرلي حركه ممتازه عملتوها. والله هذا لازمها تكون القاعده راهو مش معناتها مش تكون الاستثناء معناتها بريتورا ومعز حسن معناتها حارس النادي الافريقي وحارس المنتخب التونسي هذا ماهيش واجب هذا ماهيش مزيه هذا واجب بالعكس دونك هذه مش مزيه دونك الحقيقه كنا شفنا الاصابه اللي تعرض لها واقل حاجه نعملوا نجموا نعملوها مع معز هي ان نضامنوا معاه كما قلت لك هذا اللي لازم يكون موجود بين الانديه اليوم الحقيقه الوضع والبلاد ما تحتملش اكثر معناتها اليوم مشاكل وشيء ربما قاعدين نشاهدوا فيك من واجبنا نحن اليوم راهو الجمهور حاجه والرسميين حاجه معناتها احنا اليوم من واجبنا ننجروا للحاجه الباهيه الموضوع بوزيتيف معناتها لازم العلاقه تتحسن بين الجمعيات الكل لازمنا احنا نعطيه المثال خاطر احنا اليوم اللي عندنا المسؤوليه دوك اللي صار مع معز حسن ماهوش زي هذا العادي هذا اللي لازمه يصير واي حارس حتى في فريق اخر ولا اي لاعب كان تعرض لاصابه مثل الاصابه اللي تعرض لها معز اكيد باش يكون عندنا نفس التفاعل ونفس التعامل وهذا اللي لازم يكون موجود بين الجمعيات وهذا زاد دوركم انتم اسلام معناتها حتى كصحفيين
خاطر الحقيقة اليوم البلاتوات لازم الدور نتاعها أكثر أنها تقرب الناس وتبعد على التشنج في الخطاب وعلى التشنج ربما في ردود الفعل، باش إن شاء الله نحسنوا كورتنا ونحسنوا رياضتنا، وإن شاء الله باش حتى الجماهير تبعد أكثر على الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه في موقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة لأنه العاقبة نتاعو نجم تكون مش باهية للجميع. واضح. وليد صباح النور. استاذ صباح الفل. صباح لاباس خويا. والله محلاه القفله نتاعك محلاها، وهذا نتمناه يسير، وهذا مش غريب معناتها على الترجي الرياضي ولا على اللاعبين والمسؤولين. وانا شخصيا من عمناول تعرف معناتها وقت يتحط وليد قرفاله نطق رسمي للترجي معناتها فرحت برشا، قلت معناتها صوت العقل صوت الرزن، لانه مهم جدا. وهذا اللي قاله هو معناتها انه الحقيقه قال كلمه محلاها، قال المفروض انه اللي صار البارح هذاك المبدا، يعني انه عادي معناتها احنا قاعدين نشوفوا توا اللي سماها عبد السلام ضيف الله الكره الحقيقيه معناتها تشوف الدوخ معناتها لونجو يبدا فينال تشامبيونز ليغ فينال كوب دي موند يزفر الاربيتر، معناتها تشوفهم الناس كل معناتها في التيران محتفلين ومع بعضهم. احنا الحقيقه معناتها وصلنا المجتمع التونسي بصوره عامه وفي المجال الرياضي وصلنا كميه نتاع حقد ونتاع بغض في بعضنا ومتاع كره، وقت تشوف المستوى انحدر. فالمشاهد هذه معناتها معز حسن على خطورة الإصابة والكلنا توجعنا، وقت يجي وراها المشاهد هذية معناتها ما تنجم كان يلزمنا نبنيو عليها، وهنا ما يلزمهاش تكون حاجة عرضية معناتها ما يلزمش هكا وبرا معز زرناه تصبح على خير. هو هو رغم ذاك تلقى شكون يصطاد في الماء العكر يقول لك هما كتبوش الفريقي في التدوين هما يعني حطوا حارس المنتخب ديما فما كل الاصوات والتعليقات الأصوات اللي تلوج على الامور الجانبيه الأصوات معناها الاصوات هذه يلزمنا الاصوات هذه لازم نقضيو عليها نقضيو عليها. وقت انا سوك جو 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 ريكلام انه تكون تولي تكون هذه معناتها القاعده الاساسيه في التعامل نتاعنا. معناتها انا نتمنى توا نشوف كلاسي يكون نجم والترجي ولا ديربي نادي الافريقي والترجي، علاش بعد المباراه الملاعبيه يسلموا على بعضهم يبدلوا المريول داير صارت مره احمد خليل ومانيش كان يبدلوا المريول لا صارت لازم صارت مره احمد خليل وغيلان كان صدقني ربي ومعناتها ولا اسمه تو مميش انا مثلا مره الاخرى قلت مش مميش قلت معناتها يلزمو يخدم على روحه وخليه الراجل راكز معناتها ما تغلطوهش. مميش عمل لك الجيست الصغيره لاقت برشا استحسان وقت عمل بصوابعه ام حرف ام يعني ثم حاجات يلزم الحقيقه المسؤولين. سمعت واش قال وليد؟ قال احنا مسؤولين الرسمي والمسؤول ما يلزموش يكون كل الجمهور. دونك الرسمي والمسؤول لازم يخرج ويلزم يتكلم ويلزم يقول. وانا مثلا حكيتها لك هيكل دخيل قلت له من احسن الحاجات اللي تنجم تعملهم في حياتك انك خويا كل فريق يجي تفرح به وتخليه يقول راه النادي الافريقي فرح به ابستراكسيون فات على الريزلتا تمشي غادي تخلي الاثر الطيب. الاتحاد المنستيري الجمعه اللي فاتت قاعد يشكر في النادي الافريقي، يلزم احنا كي نمشيو نشكروا المستير الترجي الكلوب، يعني هذا اللي يلزم يصير. خلينا نطيحوا شويه تونسيون بيان سور البلاد ما عادش تحتمل راو كميه نتاع حقد راو وبغض راهي قاعده تنجر عليها في كوارث. وبالحق معناتها يا رسول الله معناتها الي غران طون باش هالتونسيون تطيح معناتها. برافو وليد برافو الملاعبيه وان شاء الله كما قلت يولي هذا المبدا. انا حاب نسال وليد ما نجمش نفلت الفرصه هذه. وليد مختار طرابلسي معاك. انا حاب نسالك وليد انتصار الترجي على النجم هو اللي خلى المدرب يبطى شوي؟ تصور كانت نتيجة عكسيه كان يكون مدرب يعني جماعيه موجود؟ لا والله لا ما عنده حتى علاقه ما عنده حتى علاقه. مختار مفاوضات كانت متواصله مش مع المدرب برك الحقيقه اكثر مع مدرب متواصلين اكيد. كل مدرب يقدم البرنامج نتاعه ورؤيته وضعيه الفريق شنو الحاجات اللي النجم يقدمها للفريق نتاعنا في الفتره الجايه ومن بعد يتم الاختيار. تعرف زاده فما الامور الماديه اللي عندها قيمتها في الاختيار دونك هذا هو ذاك علاش بتات. لكن ان شاء الله من هنا لاخر الاسبوع بدايه الاسبوع القادم يكون فما طاقم ثاني على راس ان شاء الله. حبيت تعلق على الجمله نتاع معز حسن والنادي الافريقي. الجمله اللي نتاع معز حسن وحارس النادي الافريقي وحارس المنتخب. لا قلت معناتها الحقيقة ما حارس حطينا الحارس الدولي كيد حارس النادي الافريقي ما لا حارس شكون ما يلعب في النادي هاي تعرف ديما هذا شوفينيزم هذايا راهو موجود وما يتنحاش يبداو يلوجوا في بعض الاستثناءات لكن كيما مش باش نعاودوا الكلام اللي قلناه اليوم جاء الوقت برشا حاجات لازمها تتبدل. دورنا احنا كرسميين دوركم زاد انتوما
كإعلاميين واحد يبعد شوية يحاول على الانتماء. كنا عندنا رو انتماءات وأنا كنت موجود كإعلامي وعندي انتماء وانتماء معروف، لكن نبعدوا شوية زاد على الانتماءات، نحاولوا باش نكونوا أوبجكتيف أكثر، باش نحلوا بأكثر الحقيقة معناتها واقعية. والورزانة احنا منشيرة كمسؤولين، توما منشيرة كإعلاميين ورجال القانون اللي يحضوا وناس هذوما الكل، وإن شاء الله بشوية بشوية تحسن العلاقات، وإن شاء الله هي قاعدة بشوية بشوية قاعدة فما نقلة في العلاقات بين النوادي إن شاء الله. شكرا لك وليد على تدخلك معنا وعلى كل هذه التوضيحات اللي مديتنا بيهم. شكرا لك وعلى التوضيح اللي عملته بخصوص الكلام اللي تقال البارح. شكرا وليد قرفيلة الناطق الرسمي للترجي الرياضي التونسي. خلينا ناخذ رايك فخر الدين في الحركه اللي صارت ممتازه الظهر لي، حتى مش كان ترجي، شفنا محمد الساحلي مدرب الاتحاد المنستيري، شفنا فرق اخرى هبطت بيانات، هذا ممتازه الحركه اللي صارت تقرب الجمعيات من بعض. اكيد ممتاز جدا، كيف كيف زاد الملعب التونسي معناتها هبط بيان على اتحاد بن قردان. هذه هي العقليه اللي لازم تبدل، هذه هي العقليه الصحيحه اللي لازم تكون موجوده اليوم. ان شاء الله ما تكونش هذه ظرفيه، ان شاء الله اكيد نتمنوا ان هي تواصل على سيرتو نحب وقت تبدا التونسيون شاده في البطوله الجولات الاخيره، تو مازلت اول الموسم وممكن فماش برشا تونسيون حبوا تقعد تواصل حتى بعد زاد. هذا اش قلت لك، ان شاء الله ما تكون ظرفيه، خاطر اليوم صحيح ممكن بدايه موسم وكل، لكن فما ريفاليتي، فما برشا حاجات موجودين. انا بالنسبه لي مهم جدا ان هو تبدا من المسؤولين. نشوفوا معناتها وليد اليوم طريقه كلامه مهم جدا انه هو يعدي دي ميساج ويعدي حاجات دي زوند بوزيتيف على انه هو راي مقابله 90 دقيقه، ولكن بعد المقابله راي مهم جدا ان تكون ديما تونسيون طايحه وانه تكون ديما العلاقات موجوده. مروان عندك تعليق؟ لا جست بركه، نحن كشعب تونسي الحقيقه ماهوش غريب علينا سلام، ونتذكروا زيد الكام تاع عاطف التخيلي، وديما اللي كاذوما يصيروا في النادي الافريقي، شفنا مع صابر خليفه عاطف التخيلي واليوم معز حسن. الحقيقه برافو على ليكيبات اليوم تاع تونس، معناتها انت جمعيه تاع تونس بادره طيبه. ان شاء الله اهم حاجه اليوم معز حسن يرجع في احسن حالاته، وان شاء الله يرجع خير من قبل. وكما قلت لك حاجه ديما ماشي غريب علينا سليم، صارت قبل كما قلت لك مع عاطف وصابر، وكان ان شاء الله بالشفاء العاجل. ايش نعملوا لها تصير ديما في الكلوب؟ ديما يصير في الكلوب الحكايه هذيا، والله سي جميل. هاك شفتهم هذيا صارت، هاك شفت مع عاطف تخيلي وصابر خليفه، معناتها ربي باقي ستر وكاو. باهي باش نفتح اتحاد بن قردان مع فخر الدين قلبي، نمشيو فاصل موسيقى وبعد نكملوا اخر جزء من الحصه نتاعنا اليوم.